برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معاكم النهاردة أول يوم في مؤتمر أو فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 اللي بتستقبله الأراضي المصرية، بالأخص طبعا مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. قادة وزعماء العالم موجودين النهاردة عشان يناقشوا المشاكل أو التحديات اللي بتواجه كوكب الأرض بسبب طبعا التغيرات المناخية. والنهاردة قمة شرم الشيخ هيكون فيها مجموعة من الملفات والقضايا البيئية المختلفة اللي هتتناقش على مدار الأيام القادمة، ويمكن من أبرز هذه الملفات هي مكافحة التصحر. تفاصيل أكتر هنتعرف عليها من ضيفنا الموجود معنا في الاستوديو النهاردة، الدكتور أحمد عبد العاطي، رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الإفريقية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وممثل أفريقيا ونائب رئيس مكتب اللجنة عالميا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. أهلاً. صباح الخير حضرتك، وصباح الخير للسادة المشاهدين، وأشكركم جدا للدعوة الكريمة مرة تانية، وتشرفي بوجودي في التلفزيون المصري. شرف لينا يا فندم. يعني مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، النهاردة بتستقبل قمة من أبرز ويعني وأهم يمكن المؤتمرات العالمية في الوقت الحالي، وده بسبب اهتمام العالم أجمع بهذه أو بهذا الملف بالتحديد. شايف إزاي اللي أصبحت عليه مدينة شرم الشيخ النهاردة؟ يمكن شفنا كمان من زملائنا الموجودين في شرم الشيخ إزاي تحولت المدينة وأصبحت مدينة خضراء، 90% منها يمكن تحول مدينة صديقة للبيئة، من مواصلات، من يعني الطاقات الشمسية أو حاجات كثيرة أو اختلفت في مدينة شرم الشيخ. إزاي شفتها؟ والنهاردة بتستقبل طبعا أعمال قمة المناخ، فالإكزامبل اللي احنا بنديه للناس عامل إزاي؟ الحقيقة الإكزامبل اللي حضرتك بتقولي عليها والمثال اللي حضرتك بتطرحيه النهاردة دوت عفوا هو يعني إذا كنا بنقول إن شرم الشيخ مدينة جميلة كلنا بنعتز ونفخر بوجودها على ارض الكنانه مصر، واذا افترضنا ان مصر دي زي التورتايه الجميله، فشرم بالنسبه لنا جميعا زي الكريزه الجميله اللي فوق التورتايه. اكيد. لكن الحقيقه مش بس جمالها الاخاذ اللي هو جمال الطبيعي بتاعها الحقيقه، انما الحقيقه الجهود الدوله المصريه في تطوير هذه المدينه الرائعه وصل بينا الى ان احنا نجابه وننافس دول العالم النهارده المتقدم في ان احنا بنطبق فيها تقريبا اكثر من 95% من اهداف التنميه المستدامه. صحيح. شرم الشيخ تعتبر مثال عالمي ونموذج يحتذى لتطبيق الهدف 11 بتاع المدن المستدامه، وفي داخل هذا الهدف جميع الاهداف الاخرى. سواء حمايه الشواطئ او حمايه الحياه البريه او حتى تدوير المخلفات، او هي مدينة السلام كمان، حتى الـ SDG بتاع الخاص بالسلام نفسه مطبق في شرم الشيخ، فهي الحقيقة مطبقة جميع تقريبا الـ SDGs الخاصة بالتنمية المستدامة بتاعت 2030. نعم. فإذا افترضنا إن احنا بنقول الإنجازات المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فشرم الشيخ أكبر مثال لهذا التطبيق، وأكبر حاجة تقول مصر إن احنا يمكن من أوائل الدول في العالم اللي طبقنا هذه الأهداف. نعم دكتور، في الحقيقة يمكن في ركيزة أو أربع أهداف رئيسية ترتكز عليها قمة المناخ. بنتكلم على التخفيف، بنتكلم على التكيف، بنتكلم على الخسائر والأضرار، وأخيرا التمويل. طبعا. وفي الحقيقة التلاتة اللي فاتوا مش هيحصلوا غير بوجود تمويل، وهو ده الهدف الأسمى أو الأكبر أو محط أنظار كل الدول المشاركة علشان نخفف من حدة الانبعاثات الكربونية. وفي الحقيقة مصر في 2016 كانت بتستضيف 2017 عفوا كانت بتستضيف قمة التغير البيولوجي، و2027 كان في ايضا 2023 كان في كوب 27 الخاص بالتغيرات المناخية، وكان في مبادرة رائدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفكرة التآزر ما بين التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، لتعظيما الاستفاده من الموارد المتاحه علشان نمول المشروعات اللي بتهدف ما بين او المشتركه ما بين الثلاث اتفاقيات. ازاي نحصل او يحصل ده، وازاي نعظم من ده من خلال استضافه مصر لهذه القمه تحديدا، في حين يعني استحسان دول العالم لهذه المبادره من السيد الرئيس؟ تمام. الحقيقه يعني دعني اقول ان المبادره دي كانت الحقيقه سابقه لاوانها، يعني سابقه اسف في طرحها، وكانت سباقة في طرح يعني مشكلة حل ناجع لمشكلة ملحة في الثلاث اتفاقيات. صحيح. هي مشكلة التمويل.
دائما ما كنا بنجد واحنا بننفذ اتفاقيه التصحر مشاكل خاصه بالتنوع البيولوجي او مشاكل خاصه بتغير المناخ، وكان دائما ما السبب بيكون عدم وجود او عدم توفر موارد متاحه. مبادره السيد الرئيس الحقيقه ساعدت ان احنا نتفهم اكثر ازاي نستفاد بهذا التمويل في تنفيذ الثلاث اتفاقيات. في المكان ده في اللي بتنفذ فيه ثلاث اتفاقيات بنطلق عليه احنا كخبراء للبيئه ان ده المكان اللي تم تطبيق فيه اهداف التنميه المستدامه كامله، واصبح هذا المكان مستدام بنسبه 100%. الحقيقه المبادره دي لوحديها كفيله ان احنا يعني ناخد ستيب فورورد، ناخد نقطه يعني خطوه للامام تجاه تطبيق الثلاث اتفاقيات الحقيقه، بما في ذلك طبعا تغير المناخ والتحديات التي تكتنف يعني تنفيذها، لان طبعا احنا دايما بننظر في هذا الملف الى اولويات العمل الوطني لكل دوله على حده، اولويات الوطنيه بتاعت كل دوله. صحيح. ما هي الاولويات؟ لو خفضت انبعاثات الخسائر ايه؟ فتطبيق الثلاث اتفاقيات مع بعض على الارض يساعد على تعويض الخسائر المحتمله من تنفيذ الثلاث اتفاقيات، وبالتالي نقدر احنا نغطي هذا الكلام. الامل معقود النهارده على المفاوض المصري. خلينا نتكلم بنسبه، لان انا طبعا اشرف ان انا اكون مصري طبعا، ده دي جنسيتي وانا يعني فخور بيها. وفي نفس الوقت المفاوض الافريقي بعده والمفاوض العربي. كيف لهؤلاء الزملاء الاعزاء ان يحملوا القضيه ويفاوضوا من اجل المصلحه المصريه اولا والعربية ثم الإفريقية؟ لأن إذا كنا بنعتبر جمهورية مصر العربية هي قمة الشجرة، على الدول الأكثر تضررا. نعم، هو ده اللي عايز أقوله، هي قمة الشجرة، فالجذور بتاعتنا إفريقية، وزي ما سيادتك قلت هذه هي الدول الأكثر تضررا اللي هي أصلا ما عملتش مشكلة المناخ. هي دول لا تشارك في الانبعاثات. نتكلم إفريقيا كلها يعني نسبة المشاركة بتاعتها 4% فقط. بالظبط كده. من الانبعاثات. إيه الحلول اللي إحنا مستنيينها النهارده عشان أو مستنيينها من هذه القضية بالتحديد، قضية التصحر؟ الحل الأول أن ننتقل من منطقة الوعود البراقة إلى حيز التنفيذ، لأن إحنا الحقيقة يعني سئمنا من مسألة الوعود المتكررة حتى في اتفاقية التصحر. وعود كثيرة تطرحها الدول المانحة والجهات المانحة لمساعدتنا في التكيف والمكافحة ومجابهة الأخطار، وفي الآخر نجد هذه الوعود مجرد يعني خطط جميلة وقابلة للتطبيق ولكن لا تنفذ لأنه ليس هناك تمويل كافي. لا. الحاجة الثانية أن يتم فعلا النظر بعين الاعتبار لحاجة الدول، لأن حضرتك النهاردة زي ما بنتكلم دائما استمرار الضغط، استمرار الضغط بالعوامل المناخية والظروف البيئية على المجتمعات الفقيرة الهشة يجعل هذه المجتمعات في صورة حساسة جدا قد تؤدي إلى قلاقل ومشاكل في المنطقة الموجودة فيها. صحيح. يعني لو طرحنا قضية ما زي الجفاف مثلا ممكن جدا تؤدي إلى أن يعني كتلة بشرية كبيرة تتحرك تجاه يمين شمال شمالا جنوبا، وده يمكن لو حضراتكم بس طبعا لو حضراتكم اصغر مني بكتير، لكن في الثمانينات حصل مشكله كبيره جدا في افريقيا، الجفاف مات فيها ناس كتيره جدا وماتت. صحيح. كميات كبيره من الحيوانات، وحدث نزوح من دوله زي ناميبيا الى دول الجوار. نعم. حتى الحيوانات نفسها البريه يعني نزحت. على ذكر افريقيا تحديدا، اذا نظر يعني المهتمون بقضية المناخ تحديدا لمخرجات مؤتمر جلاسكو لا يتذكر أحد يعني التزامات والتعهدات، ولكن ينظر الجميع إلى مشروع هام مثل مشروع التخارج من الوقود الخاص بالفحم تحديدا أو الأحفوري، والبدل منه يعني تعويض ذلك بالمشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة بتكلفة 8.5 مليار، وحتى الآن لم ينفذ. فكيف نستطيع من خلال هذه القمة أن نلزم الدول المشاركة، أن نلزم الدول المتقدمة والرائدة في الثورة الصناعية بأن تعوض الدول التي تضررت؟ أرجع أقول لحضرتك مرة أخرى، هذا سؤال يعني أكثر من رائع وعميق جدا، لكن عايز أقول لحضرتك حاجة، أن ده برضو يتوقف على المفاوض. هل أعد المفاوض المصري والعربي والإفريقي أوراقه جيدا في حقيبته قبل دخول قاعات التفاوض؟ لان الناس كثيره جدا فاهمه ان الكوب ده هو مجرد صحيح. يعني مؤتمر علمي، هذا ليس مؤتمر علمي ولكنها دائره مفاوضات تتصارع فيها الدول، هي صراع تتصارع فيها الدول على اولوياتها
وكيف يمكن أن تحقق أهدافها على المستوى الوطني أو الإقليمي أو حتى الدولي. وبعدين لما نيجي نبص حضرتك على مسألة أن احنا بنتكلم على ما يمكن الوصول إليه من خلال هذه المفاوضات، فلابد أن يكون المفاوض قد نسق ما بين الأولويات الوطنية والأولويات العربية والأولويات الإفريقية، ثم يجتمعوا جميعا تماما مثلما حدث في كوب 15 اللي عملنا نفس القصة. يعني حدث اجتماع في جامعة الدول العربية وأنا أشرف أن أكون رئيس الفريق العربي، وحطينا أولويات عربية تأخذ في اعتبارها الأولويات الوطنية، ثم عملنا اجتماع في المغرب برئاسة المغرب لأن هي رئيس المجموعة الإفريقية دلوقتي بالانتخاب، وحطينا الأولويات الإفريقية أولويات تأخذ في اعتبارها الأولويات الوطنية والإقليمية، لأن حضرتك عارف في أفريقيا في 5 أقاليم، شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط، فحطينا كمان هذه الأولويات. فلما دخلنا القاعة الكبيرة بتاعة المفاوضات قدرنا نصل إلى حاجة يمكن ما وصلنا لهاش من كوب 11 بتاعنا. يعني احنا قعدنا نطرح مشكلة الجفاف دي من كوب 11 و12 و13 لما بدأ يحصل في قبول ان الدول النامية تتحدث عن الجفاف، ثم نصل الى قرار ملزم في 15. شوف حضرتك الفترة قد ايه، ده كله كان نتيجة لتنسيق مستمر على المستوى الوطني ثم المستوى العربي ثم المستوى الافريقي، ثم ندخل كمجموعة واحدة ونستفاد بقى من حتة بقى مهمة ناس كتيرة ما تعرفهاش او ما تاخدش بالها منها، ان العرب أفارقة وأسيويين في نفس الوقت. حقيقي. فأنت حضرتك ممكن تأخذ أصوات المجموعة الإفريقية القارتين والمجموعة الأسيوية معك، وبالتالي تكون لك غالبية الأصوات. قوة دافعة. هل نقدر نقول إن ده يعني التعاون ما بين يعني المفاوضين أو يعني العرب والأفريقيين في هذا الملف بالتحديد للحد من أثار الجفاف والتصحر؟ يعني هل هو ده دور التعاون ولا في حاجات تانية يمكن موجودة كمان؟ مش بس الجفاف والتصحر، لكن احنا بنتكلم على كافة النواحي، سواء احنا بنتكلم دلوقتي على قضية بيئية لكن كافة النواحي البيئية وكافة لو بنتكلم على الملفين دول بالتحديد، ايه دور التعاون ما بين يعني العرب او التعاون العربي الافريقي في هذا الملف التصحر والجفاف؟ بص سيادتك، اول حاجة فيها اولا والاسهل في التنفيذ هي عملية الرصد والتقييم والمتابعة، رصد الوضع وتقييمه والمتابعة بتاعته لاي ديزاستر، لاي يعني كارثة بيئية تحدث سواء بقى تصحر او جفاف، لان دي تعد كوارث نفسها او فقد تنوع بيولوجي. الحاجه الثانيه تبادل الخبرات، دي حاجه ثانيه مهمه جدا، ما فيش حد هيشتغل لوحده ابدا، زي ما قلت قبل كده في لقاء سابق ان هذه المشاكل عابره للحدود، لا تعترف لا بحدود سياسيه ولا بحدود جغرافية دوليه خالص. يعني مساله الجغرافيا والسياسه دي الكوارث بعيده عنها تماما. ثالث حاجه واهم حاجه انه هناك الكثير من الكفاءات الموجوده على المستوى المصري والإقليمي العربي والإقليمي الإفريقي، الحقيقة يمكن الاستفادة منها ويمكن تبادلها وتبادل الخبرات الناجحة وتبادل القصص الناجحة مع بعض. والحقيقة مصر لها كثير جدا من الجهود في هذا المجال حقيقة يعني. وفي يعني هذا المجال برضو أنا بشكر الدعم أو القوة الناعمة زي ما قلت قبل كده للخارجية المصرية اللي فعلا يعني قايمة بدور أكثر من رائع في هذا المجال. يمكن الدكتور احمد مش بس الخارجية المصرية، لان مؤتمر المناخ كوب 27 عمل حالة من حالات التضافر والتناغم ما بين كل مؤسسات الدولة وكل وزارات الدولة، يعني للسباق من اجل تنفيذ استراتيجية مصر تحديدا فيما يخص يعني الحد من اثار التغيرات المناخية، ومصر كانت رائدة بعدد من المشروعات. ايضا الوزارات المصرية كانت في القلب، يمكن بالتزامن مع قمة المناخ في شرم الشيخ مصر كوب 27، وزارة الطيران المدني أطلقت امبارح أول رحلة تجارية بوقود الطيران المستدام المعروف بـ SAF باسم مصر، برحلة أطلقت أو تم تسييرها من مطار شارلي دي جول بفرنسا إلى شرم الشيخ مباشرة. هنروح دلوقتي لكابتن طيار أحمد مشعل مدير إدارة الوقود بشركة مصر للطيران للتعرف منه على تفاصيل هذه الرحلة. صباح الخير يا كابتن أحمد.
صباح الخير احمد، صباح الخير فسان، صباح الخير دكتور احمد. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. يعني احمد، عاوزين نعرف تفاصيل هذه الرحله، ويمكن هي دي اول رحله تجاريه او اول رحله تطلقها مصر للطيران باستخدام الوقود المستدام. يعني ايه الاول وقود مستدام؟ وقود مستدام دوره حياته الكربونيه اللي البصمه الكربونيه اقل بنسبة 80% عن الوقود الأحفوري. الوقود المستدام هو وقود مشتق من مصادر طبيعية تم استخراجها، أو زيت طعام مستخدم، أو نباتات ما بتتعارضش مع طعام الإنسان. لا. الوقود المستدام كفاءته أعلى، ودورة حياته البصمة الكربونية الانبعاثات بتاعته أقل، وفي سنين قريبه جدا هيبقى في التزام دولي على كل دول العالم انها تتوسع في بنسب معينه في استخدام الوقود المستدام. طبقا لتوجيهات معالي الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وسياده اللواء رئيس شركه قبضه لمصر طيران، ان بالتزامن مع الحدث العالمي اللي بيحصل في مصر كوب 27، مصر الطيران لازم يكون ليها دور ولازم نطلق رساله للعالم. صحيح. وان احنا مستعدين لكل الوسائل التكنولوجيه اللي من شأنها الحفاظ على البيئة وحفاظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة. علشان كده ده كان نتاج فريق عمل على مدار شهور طويلة اشتغلنا فيه في مصر طيران، بإن احنا نحضر للرحلة دي وتكون بالتزامن مع كوب 27. الرحلة دي تعتبر لمصر طيران أول رحلة على متنها ركاب بتستخدم الوقود الحيوي، وكانت بنسبة عالية جدا، بنسبة تصل إلى 37%، ودي من أعلى النسب اللي طارت برحلات ركاب على مستوى العالم. حتى امبارح كان الطيارة كان عليها وفود لمؤتمر كوب 27، الحدث العالمي ده قدروا قد إيه مجهود الدولة المصرية بإن هم يخططوا الرحلة زي دي. كل الوفود اللي كانت موجودة كانت فعلا بتتكلم على إن لا، إحنا هنرجع ونتكلم على إن مصر فعلا مش بس بتنظم كوب 27، وكمان بتحاول إنها تقدم خدمات صديقة للبيئة في كل ما يتعلق بالمؤتمر. كان في مجهود أيضا مبذول على مستوى الرحلة إن حتى الخدمات اللي بتتقدم من طعام ومشروبات أو أي خدمة تكون بمواد مش أحادية الاستخدام، تكون بمواد صديقة للبيئة. ريسايكل بالضبط يا فندم. ده كل اتفضلي. طيب حابة أعرف من حضرتك أهمية الوقود المستدام في مستقبل بقى صناعة الطيران المدني. من أول 2025 في التزام بإن لازم على الأقل يكون في 2% في كل الرحلات المتجهة إلى أوروبا. 2027 النسبة دي، 2030 النسبة دي هتوصل ل 2010. فزي ما احنا النهارده بنوجه رساله للعالم ان دي وسائل تكنولوجيه موجوده، احنا كمان جوه مصر الطيران وجوه الدوله المصريه بنحضر نفسنا، بنشوف ايه الاعتمادات اللازمه، بنعرف نحدد، نقدر نحدد مصادرنا، بنقدر نحدد شراكات مع الموردين الرئيسيين، وبندعو الدوله المصريه كمان للاستثمار في الوقود الحيوي. دي مبادره من مصر الطيران نقدر بيها ان احنا نجهز للفتره اللي جايه، لان دي التزامات دوليه علينا باذن الله. نعم. كابتن طيار احمد مشعل، عاوز اعرف برضو من حضرتك، لان انا بحسب معلوماتي عارف ان حضرتك كنت على متن هذه الرحله تحديدا، ويعني رساله في غايه الاهميه، عاوز اعرف صدى الركاب وصدى المعنيين والنشطاء بمجال التغيرات المناخيه، لان مصر تكون رائده ومصر تكون سباقه في استخدام مثل هذا النوع من انواع الوقود تحديدا لتحقيق استراتيجيه اكبر، وهي استراتيجيه مصر لتحقيق التنميه المستدامه. الحمد لله انا وفريق العمل، ومش كنا بس على الرحله، احنا سافرنا قبلها بكذا يوم علشان نحضر للكميات النهائيه، ويبقى في تحضير كويس للتاكد من وسائل الامن والسلامه والجوده بتاعه المنتج اللي هيتحط على الطياره. نعم. الحمد لله وصلنا بالطياره بسلامه الله ديش مطار شرم الشيخ، تم الاعلان عن ان الرحله تمت بنجاح. كل الوفود اللي موجوده على الطياره ممثلين لحكومات، ممثلين لمنظمات مجتمع مدني. لما عرفوا ان الرحله دي متنظمه بوقود حيوي بالتزامن مع مؤتمر كوب 27 وانها اول رحله لمصر طيران، ده كان ليه صدى ايجابي جدا. صحيح. وكتير منهم قالوا لا، احنا هنعلن عن ده في وسائل الاعلام، احنا هنعرف قد ايه فعلا مصر مهتمه بتحقيق اهداف التنميه المستدامه بالحفاظ على المصادر البيئيه المستدامه.
طيب يعني حابين حضرتك كمان تكلمنا عن يمكن الخطه الطموحه اللي بتستهدف تنويع مصادر الطاقه وتخفيض الانبعاثات الكربونيه، ويعني ودور ده من حد طبعا من التلوث البيئي. وزاره الطيران المدني ومصر الطيران الحمد لله فيهم فريق عمل على اعلى مستوى بقاله فتره طويله شغال على يشوف ايه مصادر الطاقه اللي نقدر نتنوع فيها جوه العمل اليومي داخل مكاتبنا وداخل الأروقة اللي احنا بنشتغل فيها من حيث توفير الطاقة، تقليل استخدام المية. إن شاء الله بعد كوب 27 هنبتدي نتطلع أكثر لبقية أهداف التنمية المستدامة من تحقيق بيئة عمل آمنة وسليمة فيما يتعلق بكل الأهداف التنمية المستدامة اللي تتعلق بأي شركة أو بقطاع الطيران المدني. نعم كابتن طيار احمد مشعل مدير اداره الوقود بشركه مصر للطيران، بنشكرك على وجودك معانا في هذه المداخله في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى لك كل التوفيق. وارجع لحضرتك مره ثانيه يا دكتور، يعني بتابع زي الموضوع ده لسه كنا بنتكلم على جهود الدوله المصريه، ويعني خير الرساله وخير دليل ان في حاله تضافر ما بين كل الوزارات. الحقيقه قبل ما كابتن احمد مشعل يعني الكاميرا تبعد عن سيادته، الحقيقه انا بهني حضرتك وبهني يعني مؤسسه مصر للطيران العريقه على هذا الانجاز. والحقيقه انا من الناس المحبين جدا جدا لركوب طائرات مصر للطيران، ودائما ما ببقى سعيد جدا ان دايما الركاب اللي حواليا يعني دائما مش قبل حتى والله ما يعرفوا انه مصري، دايما ما بيشكروا في الهوسبيتاليتي بتاعتنا. احنا ما ينفعش كمصريين نركب اي حاجه ثانيه غير مصر الطيران كده كده يعني. احنا عملنا اعلان لمصر الطيران بس النهارده يعني احنا بنعظم من الدوله المصريه هي مؤسسه مصريه نفتخر بكل طبعا يعني. وبعدين في الوقت نفسه انا برضو بحيي حضراتكم من البدايه، يمكن حضراتكم كنتوا من اوائل شركات الطيران اللي بتكتبوا الاميشنز، يعني بتكتبوا دايما بتكتبوا حضراتكم الانبعاثات اللي طالعه من الطائره، الاكويبمنت اللي احنا راكبينها دايما تكتبوا ان الموديل بتاع الطياره والاميشنز قد ايه خلال الرحله. ودي طبعا دي حاجه الواحد بيفخر بيها كمصري، يعني النهارده لما نتكلم بقى ونقارن نقول قبل كده كانت مصر الطيران عامله قبل تطبيق هذه المبادرة ثم ما وصلنا إليه النهاردة، ده في حد ذاته إنجاز نفخر به جميعا لا شك في ذلك يعني. ألف ألف مبروك على هذا، وأتمنى أن هي تكون يعني إن شاء الله تستكمل إلى رحلات الركاب الأخرى. يعني سريعا جدا علشان ضيق الوقت، في أقل من دقيقة يمكن إجمالي ما يتم إنفاقه لتعويض الدول المتضررة وفقا لالتزامات الدول الأطراف في الاتفاقيات السابقة ما بعد باريس، ويمكن في كوبنهاجن تحديدا تعهد والتزموا ب 100 مليار. تمام. ما تم تحقيقه في العام الماضي بنتحدث عن 79% من إجمالي هذا الرقم، وهو ما ينفق سنويا مع التزام بنتكلم سبع دول من أصل 23 دولة. تمام. إزاي يعني قمة القاهرة بقى زي ما في قمة باريس يكون في قمة القاهرة قمة شرم الشيخ تكون ملزمة لكل هذه الدول؟ علينا أن نطرح أولا مشروعات قابلة للتنفيذ، زي ما قلت حضرتك مشروعات القابلة للتنفيذ والتي النهاردة دائما ما بنسمعها من الدونرز أو مقدمي المنح ووسائل الدعم الدولية وما إلى ذلك، أن تكون هذه المشروعات تخدم الثلاث اتفاقيات فنضع ذلك في اعتبارنا مبادرة السيد الرئيس. نمرة اثنين أن تكون هذه المشروعات قابلة للتنفيذ فعلا على وجه الأرض ومدروسة جيدة، ويكون عندنا فعلا بورتفوليو محترم نقدر نقدم به هذه المشروعات. أعتقد ده موجود من خلال برنامج نوفي اللي أطلقته مصر في مؤتمر التمويل. بالضبط. نعم. وثالث حاجة طبعا أن يكون لها عائد اقتصادي يشجع المستثمر على الدفع بهذا الاستثمار وعوائده تعود لي بشكل سعيد، اللي هو دورة رأس المال فيه تكون يعني سريعة وتكون مؤكدة علشان خاطر ندعم هذا الكلام. عشان في استثمارات. عشان في استثمارات. وصدقني لو نجحنا في هذه الخطوة هنكون نجحنا في تحقيق خطوة مش بس مصرية، خطوة كمان إفريقية، لأن أكيد أفريقيا بتفخر إن مصر النهاردة يعني كدولة إفريقية رائدة بتستضيف هذا المؤتمر الدولي الهام. ومنها نقدر نعمل ستيب فورورد لأفريقيا بالكامل وللدول العربية كمان. يعني على كل حال احنا كاميرا صباح الخير مهتمة، وطبعا بنغطي فعاليات مؤتمر المناخ لحظة بلحظة، وأكيد هنعرض لحضراتكم أول بأول التوصيات اللي هنطلع منها من هذا المؤتمر والحلول يمكن اللي احنا مستنيينها للحد من طبعا خلوني أقول عليها كارثة التغير المناخي اللي يمكن بيأثر علينا دلوقتي احنا كجيل، لكن الأجيال الجاية هي كمان اللي هتبقى يعني هتأثر بشكل
كبير جدا جدا. يعني نورنا النهارده في الاستوديو الدكتور احمد عبد العاطي، رئيس لجنه العلم والتكنولوجيا الافريقيه لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه التصحر وممثل افريقيا ونائب رئيس مكتب اللجنه عالميا. كل شكر لحضرتك، شكرا على وجودك معنا. شكرا لك يا دكتور احمد. احب اطمن حضرتك ان في حقيبه الدبلوماسيه المصريه وفي حقيبه المفاوض المصري العديد من الافكار، العديد من البرامج التي تلبي طموحات يعني ليس فقط الشعب المصري ولا المنطقة أو القارة الإفريقية، بل دول العالم ككل، لي يعني مواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة التغيرات المناخية.